لم تدع الأمم المتحدة الوقت يمر هذه المرة، فقد سارعت إلى إرسال فريق استطراع ليس إلى مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عام، بل إلى ثكنة اسمها الصراري سقطت مؤخرا بيد المقاومة والجيش الوطني. يتبع هذا الفريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب منظمات الصحة العالمية، وقد جاء محملا من طباعات جاهزة حول تلك القرية التي استثمرها الحوثيون في تسويق أكاذيب عن انتهاكات مزعومة بعد أن فقدوا أي إمكانية لاستثمارها عسكريا كما كانوا يفعلون. 5 ساعات استغرقها الفريق الأممي عند أحد المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز التي دخلها في وقت متأخر من يوم الأحد لمقابلة السلطة المحلية. لم يوقفه سوى أولئك الذين رفعوا عقيرتهم بادعاء انتهاكات مزعومة قد وقعت في الصراري، فيما هم يواصلون حصار مدينة بأكملها منذ أكثر من عام ونصف. تم اللقاء مع ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأخ حسين يونس يوم أمس، التقينا فيه واليوم على أساس مناقشة قضية فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق ووقف إطلاق النار، وقدم تصور بموجب طبعا اتفاق 16/4 اللي تم توقع عليه في الحوبان مع ممثلي الحوثي وصالح. خلال لقائهم بالفريق الأممي جادل مسؤول السلطة المحلية في محافظة تعز مسؤول الفريق حسين يونس بأن مناطق عديدة في تعز تواجه أوضاع مأساوية، وذكروا منها الوازعية وحيفان وغيرها من مناطق المحافظة التي تعرضت لانتهاكات، في حين أن الصراري ليست سوى جزءا من قرية جرى تحييدها أسلحتها الثقيلة ودورها السيء كما يؤكد النائب شيبان. اطلاع على قضية محافظة تعز وقضية الصراري، ونحن أبدينا استعدادنا والآن أرسلناه مع وفد للصراري ليزورها لمعرفة الحقيقة، لأن هناك تهويل إعلامي كبير. مضى الفريق الأممي في طريقه إلى الصراري مخلفا وعدا بأن يعرض على الأمم المتحدة مقترحا ناقشه معه مسؤول السلطة المحلية بشأن إحياء اتفاق قديم لفتح الممرات الإنسانية بما يسمح بإدخال المساعدات إلى تعز. سبب الزيارة هو يعني النقاش مع السلطة المحلية واللجنة التهدئة ومجلس العليا لتنسيق المقاومة عن ترتيبات وتنسيق الشؤون الإغاثة الإنسانية لمدينة تعز والمحافظة بشكل عام، واتفقنا مع الأطراف كلها واتفقنا على الأمم المتحدة يعني تعمل مبادرة لتقوية هذه الترتيبات، وإن شاء الله في مبادرة طلعت من الأطراف من اللجنة التهدئة والسلطة المحلية والمجلس العسكري. لا مؤشر على إمكانية إيفائه بوعد كهذا، ولا دليل على أن زيارته لتعز ستكون إنسانية وشاملة ومعبرة عن الدور المحايد للأمم المتحدة، لأن دورا كهذا بات مثلوما بعد أن سقط في براثن الانتهازية الدولية التي تجردت من كل قيمة تنحاز للإنسانية وللعدالة.